إذاعة سلطنة عمان. الفصول كلها، الفصول كلها، الأسرار العذبة التي للينابيع، الأراجيح التي تذهب بنا بعيدا إلى السماء الزرقاء، إلى السماء الزرقاء، الأشجار الكثة العالية. هكذا تمنحنا الكتابة هداياها وأشواقها، شفافيتها المدهشة، هواءها الذي يغسل رئاتنا من الصدى وقلوبنا من الغبار. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، كتابة. رحلة أسبوعية يصحبكم فيها صالح بن علي العامري، إخراج جمال بن محمد الشعيري. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، أصدقائنا، أهلا بكم في هواء الكتابة. عبر هذه الحلقة نقترب من هذه الفضاءات حكاية الجدار واللص لأحمد بن حمد الرحبي، حياة ومروض الريح قصيدتان لزاهر السالمي، تبسمت ضاحكة قصة قصيرة لحمود العويدي من مجموعة قصصية له تحمل ذات الاسم، صدرت عام 2008. في الأدب لا يوجد ثمة نساء أو رجال، رؤيتان عن مفهوم أدب المرأة تطرحهما الكاتبة المصرية سكينة فؤاد من إرشيفنا الإذاعي، والكاتبة العمانية منى المعولية، والتفاتة إلى آرثر شوبنهاور في ذكرى رحيله في 23 من سبتمبر من عام 1860. نرحب بكم مرة أخرى في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة. أفكار ورق أشعار، شعار ورق شعرات، ثوار ورق ثورات، ورق أحلام، ثوار ورق ثورات، ورق 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 ورق. الحلم فيك على الورق، والعلم فيك على ورق، وخدعني فيك صوت الورق، وحلمت فيك برا الورق. آه يا وطن غرقان بالورق، أفكار ورق أشعار، شعار ورق شعرات، ثوار ورق ثورات، ورق ثوار ورق ثورات، ورق 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 ورق. بستان حنان وأمان ظليل، وحمامي صبح بالهديل، فوق مشربي عليها قلة، والقلة للعطشان سبيل، وناس ونيل وبنت حلوة بتغني غنوة، والغنوة طايرة فوق واد جميل. هجموا التتار كلاب ورق، آه يا وطن غرق، آه
هواء الكتابة. في هواء الكتابة. ينقلنا الكاتب أحمد بن حمد الرحبي إلى واقعية سحرية، إلى فانتازيا تجعل من الجدران كائنات ناطقة، تلك الجدران التي عرف عنها دائما وأبدا أنها خرساء وأنها مصمتة وأن لغتها تكمن في صلابة بقائها وفي انهيارها، في وقوفها الصامد أو اندكاكها المريع. نستمع إلى حكاية الجدار واللص لأحمد بن حمد الرحبي. في إحدى الليالي المظلمة، وبينما كان اللص يهم ببذل كل طاقته وقوته على اعتلاء جدار عال كعادة اللصوص في الليل من بين جدران البيوت التي تلتحف تحت أستار الظلام آمنة خلف جدرانها، والذي يخفي خلفه بيتا بسيطا متهالكا، بينما كان يهم بذلك لفت نظره صوت لم يستطع تحديد مصدره يقول له إنه لن ينالك من محاولتك سرقة هذا البيت سوى العناء والتعب، لأنه بيت ناس فقراء بالكاد يملكون زاد يومهم. في البداية لم يقتنع اللص، مما جعله يرد على الصوت بجفاء متسائلا باستغراب: من أنت وما أدراك؟ رد الصوت بسرعة: أنا الجدار الذي تحاول أن تعتليه، ولقد عايشت سكان هذا البيت مدة طويلة من الزمن تمكنني من معرفة أحوالهم. وبرغم الدهشة التي تملكت اللص من هكذا حوار يدور ما بين جامد وحي بكل سهولة وبلغة واضحة لا لبس فيها، إلا أنه رد على الصوت برد يختزل فيه حكمة اللصوص الخالدة، وهي أنه ليس هناك بيت لا يسرق، مما اضطر الجدار بكل حصافة إلى استخدام دبلوماسية الإغراء في حديثه إلى اللص يصرفه عن إتمام سرقة البيت، فقال له: ما رأيك أن أدلك على مكان كنز ثمين يغنيك عن هذه المحاولة البائسة لسرقة من لا يملكون ما يسرق؟ هو يوجد تحت جدار قديم يقع قريبا من هنا. ما بين مشاعر الإغراء والتشكك التي تملكت اللص رد على الجدار: وما يدريك وأنت لم تغادر مكانك منذ أن تم نصبك هاهنا؟ فرد عليه الجدار ببساطة بأن الجدران كما هو معروف مكونة من مجموعة من الطوب، وأن بعض الطوب الذي يكونه أي الجدار يعود بعضه إلى ذلك الجدار الذي يحوي تحته الكنز، والبعض الآخر إلى جدران قديمة أخرى، وإن سر ذلك الجدار كما الجدران الأخرى نقله هذا الطوب إليه. وعلى رغم تشككه بكلام الجدار، إلا أن الإغراء بوجود الكنز جعله يهرع إلى مكان ذلك الجدار القديم، وأخذ بالحفر تحته حتى وجد الكنز كما أخبره. إلا أن طمع اللصوص لا يقف عند حد، فالهدف الذي أوحى إليه به رأسه الصغير بغنيمة كنوز أخرى بكل سهولة ويسر من وراء الجدار وأسراره، جعل اللص يعود في الليلة التالية ليستأنف محاولته مرة أخرى سرقة ذلك البيت، كنوع من الضغط على الجدار الذي يحرس البيت بكل وفاء ليخبره عن مكان كنز آخر. ما حدا بالجدار كي يصرفه عن سرقة البيت مرة أخرى أن يخبره بمكان كنز جديد. وهكذا استمر اللص يدفعه الجشع بالضغط على الجدار ليلة بعد ليلة، إلى أن شاهد الناس
في صباح أحد الأيام ذلك الجدار منهارا برغم ثباته وقوته، واقفا كل تلك السنوات الماضية، وقد وجدوا شخصا يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت الركام الثقيل الناتج عن انهيار الجدار، وهو يغمغم بكلمات غير واضحة، لكن تلك الغمغمة لم تكن تستطيع أن تخفي الأسف والندم الذي يحتقن خلفها. الجدار واللص للقاص أحمد بن حمد الرحبي. وارد حزنك، وارد حزنك، وارد حزنك، وارد حزنك، فتاحك إنما نشهد على الغيم العبر، جفناك وهو وارد حزنك وارد، شفيت شفنا شوراك من الألم تكيت حيطان البيت، شفيت خفنا خفنا من رجفة شفتك من عصدرك الكتابة. يكتب الشاعر الإنجليزي روديارد كيبلينغ في قصيدته إذا قائلا: إذا استطعت أن تحتفظ برأسك عندما يفقد كل من حولك رؤوسهم ويلومونك، وإذا استطعت الوثوق بنفسك حين يرتاب فيك الآخرون وتفسح المجال في الآن ذاته لشكوك يرمونك بها، إذا استطعت أن تنتظر من دون أن تمل الانتظار، أو إن كذبوا عليك فلم تصنع ما صنعوا ولم تكره ما كرهوا، وألا تكون مع ذلك مثاليا في شخصيتك أو مفرطا في حكمتك، وإن استطعت أن تحلم من دون أن تكون للحلم عبدا، وإن رأيت ما شيدت طوال العمر منهدما فرحت تبني من الأطلال ما هدم، وإن جازفت بما ملكت فصرت صفر اليدين ورحت تعمل من جديد بلا شكوى أو سخط، وإن استطعت أن تبقي فؤادك حيا بعد أن هدك التعب وثبت بعد أن لم يبق منك سوى الإرادة التي تقول لهم فلتثبتوا، وإن استطعت أن تخاطب الناس من دون أن تفقد فضائلك ومزاياك، وأن تخالط ذوي التيجان من دون أن تفقد طبيعتك البسيطة، وإذا عجز الخصوم كما المحبون أن يحرجوك، وإذا كان الناس لديك كلهم سواء، وإن استطعت أن تملأ الدقيقة القاسية
بستين ثانية عدوى فالأرض أرضك وما حوت وأنت رجل يا ولدي. من عداء كيبلينغ إلى عداء زهر السالمي، ذلك العداء الذي يحتاج إلى رئة يقطع بها مسافاته الطويلة لترويض الريح واقتفاء زفير الحشود، يذهب بنا زهر السالمي عبر أجنحة الصور المغوية المشحونة بالأحلام والطيش والمفارقات إلى ساح الحياة، إلى شجارها وخصومتها، وإلى ترويض الريح من خلال نصيه الشعريين حياة ومروض الريح. حياة، بعدما أفرغت فيهم حشدا من رصاصات الرحمة كومت أجسادهم أكياس رمل تقين الطلقات، أفرغت جماجمهم صنعت منها خوذة، ومن قلوبهم مولدات كهرباء تنير عتمة المشهد، جمعت دماءهم في برميل تحسبا لنزف قادم، رفعت على قوائمهم المبتورة راية، اقتلعت عيونهم ركبت منها منظارا أراقب به حركة الجبهة، ومن آذانهم نصبت شبكة رادار. أخيرا اقتعدت جثة أحدهم، حشوت نفسي بلفافة وانتظرت طيشا ما. في الليل اكتشفت أني غفلت عن نزع ألسنتهم واستعمالها مسحوق باروت، ألسنتهم التي تسللت إلى المعسكر الآخر. مروض الريح. لم يعد التحليق حلما يتكرر كل ليلة، لم تعد روحي خفيفة أثقلتها الأرض، هياكل صخرية لنساء ورجال وثبوا برفاتهم ليشكلوا جسد المدينة، بلا جدوى يتدلى رأس المدينة إلى البحر. حينما الطيران كان الحلم الأكثر تكرارا كنت أحتاج فقط أن أنشر ذراعي وأترك جسدي للريح. الكوارث أرضية، لذلك كنت في الأعالي، أما الصواعق وما رافقها من مكائد الآلهة في الليالي الأشد رعبا فلم تكن ناجزة. في ليالي المطاردات كنت أحتاج فقط رئة عداء مسافات طويلة. العداء مروض الريح يقتفي زفير الحشود، خط النار نهاية حتمية للمضمار، حيث تتكشف صدور القتلى تطلع الفاكهة. أيها العداء، لا تفكر كثيرا، عليك أن تتكئ على جرعة من قنينة خبأتها ليوم عودة، تنفس عميقا، انطلق. حياة ومروض الريح، قصيدتان لزهر السالمي. صدر لزهر السالمي مجموعتان شعريتان هما قناص في مضيق وعبوة ناسفة، كما صدر له في حقل الترجمة كتابان هما شهي خسارة كل شيء، حوار ونصوص للشاعر الأمريكي دونالد هول 2014، وكتاب القوانين الجوهرية للغباء البشري للمؤرخ الاقتصادي الإيطالي كارلو أم سيبولا، كتاب نزوة 2017.
حبيبي حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوطن. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوطن. على لون السما الهادي، على الوادي، على موتي وميلادي. على لون السما الهادي، على الوادي، على موتي وميلادي. حبيبي لو أياد الصم خدتني لو ملكتني ليل. حبيبي لو أياد الصم خدتني لو ملكتني ليل. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوطن. حبيبي يا حبيبي حبيبي يا حبيبي، كتبت اسمك على صوتي كتبته في جدار الوطن. على لون السما الهادي، على الوادي، على موتي وميلادي. على لون السما الهادي، على الوادي، على موتي وميلادي. حبيبي لو أياد الصم خدتني لو ملتني ليل. حبيبي لو أياد الصم خدتني لو ملتني ليل. حبيبي يا حبيبي أنا عمر انتظاري حياتي لك، أنا عمر انتظاري لك، لا تحرمني حياتي لك. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة. رغم قلة النصوص القصصية التي أنجزها حمود العويدي، إلا أن مجموعته القصصية تبسم الضاحكة الصادرة عن وزارة التراث والثقافة عام 2008، والتي تتضمن 11 قصة قصيرة جديرة بالقراءة، جديرة بالالتفات إليها لكاتب يرتب أدواته الكتابية بأنات وصبر، يتحين أن تمنحه الكتابة وعطياتها في لحظة مواتية، عوض أن يستدر عطفها وشفقتها كل صباح وكل مساء. حمود العويدي كاتب مسكون بالشغف والذكرى والأيام الخوالي، مترقبا العاصفة، معجونا بالحلم، وفي هدوء وصمت بليغين يعالج المسافة والبوح والكلمات، مؤمنا بأنه قد تند ذات لحظة ابتسامة ما من حبيبته أو من العالم أو من أحصنة الليل أو من وجه الصباح. في محطتنا القادمة نستمع إلى قصة تبسم الضاحكة لحمود العويدي من المجموعة القصصية التي تحمل ذات العنوان والصادرة عام 2008. غصون تتمطى تتفرع تورق أوراق يانعة، تثمر قطوف دانية حضراء كالرمان أو أقل قليلا. كل غصن يخفي بداخل رحمه برعما صغيرا، مشيجا يتخلق، تتشابك، تتداخل، يحتضن بعضها البعض بحرارة، ثم تفترق أفواجا. بعضها يمتد من منتصف الذراع أو أقرب قليلا إلى باطن الكف أو ظاهره، تمتد بغنج فاضح، وبعضها يتخلق من الرسغ وإلى باطن الكف أو ظاهره أيضا، وبأطراف الأنامل تنتهي بحدود متناسقة كأنها ندوب حمراء أو قريبة للحمرة، متسللة إلى الأظافر التي تبدو أقل احمرارا، ربما لأن الحناء صعب عليه طع
طبع الاحمرار كما هو في باقي الأجزاء. تتمرأى كل الغصون والأوراق والأثمار في الذراع الآخر وفي ظاهر الكف باطنه الندوب الحمراء الأظافر، قد يختلف قليلا بوجود جرح على باطن الذراع، أما ما عداه فكل شيء كما يجب. تنام باكرا مستعجلة شروق شمس العيد، تريد رؤية الشمس ما بين إغفاءة وإفاقة ليكون اليوم الفصل بينها وبين رفيقاتها. لم تكن نائمة، تسترق النظر ليديها المليئتين بنقوش الحناء، تبتسم واثقة من نفسها كثيرا. تتذكر زهرة، مريم، فاطمة، شيخة، سالمة، حليمة، أصيلة، تتذكرهن جيدا وكيف كن في العيد الماضي، وكيف كانت نقوش الحناء على أيديهن، وكيف تحلقن ومددن أرجلهن وأيديهن، وصارت كل واحدة تقلب بصرها على نقوش الأخرى. وتتذكر جيدا كيف كانت تسرح نظرها بنقوش الحناء الجميلة على يد سالمة ابنة الشيخ، وكيف كانت دشداشتها الأجمل. صرخت زهرة: أنا حناي أحلى. ردت سالمة: لا، أنا حناي الأحلى. احتدم النقاش من أجل وضع آلية أو تنظير لمقاييس الجمال، واتفقنا على الآتي: أولا الإحمرار القاتم الأقرب للسواد أو أخف بقليل، ثانيا النقوش واضحة لا غموض فيها حاوية كل العناصر الجمالية، ثالثا خروج القدمين من دائرة الاحتكام والمفاضلة. بينما هي انسحبت مبتسمة لاقتناعها التام بنقوشها البسيطة والاحمرار الباهت ليديها، وتذكر يومها كيف عادت باكية للبيت سائلة جدتها: حبوه، ليش حنا سالمة أحلى عن حناي؟ لم تجاوبها الجدة واكتفت بتهدئتها، ومع ذلك تكابر واثقة من نفسها منتظرة أختها الكبيرة لتضع الخلف الأول وبنفس النسق المنقوش على يديها. الدرج الأول الدشداشة الوردية اللون المليئة بورود حمراء، صغيرة وكبيرة، متوزعة، متقاربة، مكثفة، تربت عليها، ترجعها مكانها. الدرج الثاني السروال يأخذ نفس قماش الدشداشة وينتهي بمنطقة مليئة بخيوط فضية تتخذ شكل معين، يبدأ ببؤرة لمعين صغير، فمعين أكبر فأكبر فأكبر، تربت عليه، ترجعه للدرج. الدرج الثالث تحاول الوصول إليه، لا تستطيع، لم تتأخر الفكرة هذه المرة، الوسادة الأولى فوقها الثانية فالثالثة. مشبك شعرها الجميل على شكل فراشة كبيرة صفراء تتوزع عليها بعض النقاط السوداء، تهزهز جناحيها لأدنى حركة. حذاؤها الأحمر المتمنطق بوردة سوداء جلبته لها أختها الكبيرة من مكان لا تعلم، سمعت بأنه مكان بعيد جدا. ترجع كل شيء، تطمئن، تبدأ الرحلة من جديد مع وسائل جدتها وإعادة كل شيء كما كان. تعود للنوم، تسترق النظر ليديها، تبتسم كأنها متأكدة بتفوقها على جميع رفيقاتها لأن النقوش وضعتها لها أختها الكبيرة، والتي ربما أتت بها أيضا من هناك من المكان البعيد جدا. لم تخرج من البيت حتى لا تغش نقوشها أو يسترق النظر إليها، ترمي بالغطاء من جديد، لا بد من تذكير أختها حتى لا تنسى: أريد نقشي أحلى من نقوش سالمة. تتذكر أنها ترددت عليها ولأكثر من مرة لتؤكد عليها وبذات العبارة، وفي كل مرة تجيبها بود: كم ستسعد غدا عندما تسكتهن بنقوش يديها، كم ستسعد يحتضنها الفراش مهادا يؤويها يتيمة فقيرة تسترق النظر.
الخرق ستحجب ضوء الشمس، تنهض تزيح الخرق، ترجع للفراش تمد يديها منتظرة. يسفر الصبح، يتجلى يتكشف، تفتح عينيها تسترق النظر ليديها. أردفت، أرجفت، أوجفت، تبسمت ضاحكة. تبسمت ضاحكة، قصة قصيرة لحمود العويدي من مجموعته القصصية التي حملت ذات العنوان والصادرة عن وزارة التراث والثقافة العمانية للعام 2008. في هواء الكتابة. في هواء الكتابة. عبر إحدى اللقاءات العربية أقيمت ندوة تحت عنوان المرأة العربية والإبداع، شارك فيها لفيف من المثقفين والباحثين، وطرحت الناقدة ريتا عوض تساؤلا فحواه: هل إن الفن والأدب اللذين تبتدعهما المرأة يختلفان من حيثهما أدب وفن عن الأدب والفن اللذين يبدعهما الرجل؟ هل يوجد جنس أدبي أو فني محدد يرسم الإبداع النسائي؟ وإذا كان الإبداع النسائي وجها من وجوه الإبداع، فما هو الوجه المقابل أو الوجوه المقابلة؟ وإذا نحن لم نسمع بمصطلح الأدب الرجالي، هل يقف الإبداع النسائي مقابل الإبداع بذاته؟ الصحفية والقاصة سكينة فؤاد تدلو بدلوها في موضوع الأدب الذي تكتبه المرأة من خلال محاضرة ألقتها في النادي الثقافي بمسقط في أوائل التسعينيات، حيث تحاول سكينة فؤاد القفز على هموم المسميات والانطلاق إلى المعنى وقيمته. نستمع إلى سكينة فؤاد من إرشيفنا الإذاعي. تقول الكاتبة الفرنسية الشهيرة سيمون دي بوفوار: الطريق الوحيد لكي أعيش هو سيادتي الفكرية، أن أصنع أفكاري بنفسي، ومهمة الإنسان في هذا العالم أن يصعد، أن يحلم، أن يرفض الواقع ويغيره، وبدون هذه الرغبة المبدئية في التغيير يسقط ويموت. وتقول الدكتورة لطيفة الزيات الأديبة المصرية في روايتها الباب المفتوح وعبر ليلى بطلة الرواية، أن تحرر المرأة من أسر التقاليد والإعادات والأعراف لا يتم إلا بتحرر الرجل أيضا، وهو لا يتم إلا بتحرر الوطن ذاته. فتمرد ليلى أو ثورتها هي ثورة اجتماعية وسياسية داخل الإطار العام لحركة الوطن، وهي تفشل مع الرجل الذي يراها من منظور ضيق، وتحب الرجل الذي يراها من منظور إنساني واسع، الرجل الذي قال لها في أحد المواقف: انطلقي، صلي كيانك بكيان آخر، بالملايين، بالأرض الطيبة، بالشعب الطيب. وتقول الكاتبة الألمانية إنجبورغ دريفتس: بمقدار الضغوط الخارجية أو بمقدار الإحساس بالكبت، قد يكون الالتفاف حول الذات والاتهام، وقد يكون الجنوح إلى الإثارة، وقد يكون شعور المرأة بالاختناق هو الحافز على التعبير. وبالنسبة لي فالكثير من مكوناتي وخبراتي الشخصية تتسرب إلى أعمالي، ولكني أعيد الصياغة في شكل جديد وأدفع عنها هذه المسحة الذاتية. أما الكاتبة اليابانية الكبيرة فوموكو أنجي، وهي رائدة الرواية المعاصرة في اليابان، لها حوالي 300 قصة، 30 رواية، 20 مسرحية، تقترب من 80 من العمر، فتقول: كبت الأحاسيس وحبس العواطف صفتان متصلتان بالمرأة، إن الرجال قادرون على أداء ما يريدون، وبذلك يتخلصون من أثر المشاعر الضارة والغاضبة والمكبوتة، أما المرأة فغير قادرة على ذلك.
وتتساءل الكاتبة الفرنسية ناتالي ساروت قائلة: من أنا؟ سؤال لا أطرحه أبداً على نفسي عندما أكتب، فلدي اعتقاد بأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في الأدب، مثلما لا يوجد فارق بينهما في الأجهزة التنفسية والدموية، وإن استجابة قرائي تؤكد دائماً بأنني لست خاطئة. أما الدكتورة سامية أسعد فلا تعترف بوجود تفرقة بين الرجل والمرأة في الإبداع الأدبي، فالتفرقة الأساسية تكمن عندها في هذا السؤال: هل هذا العمل يدخل في عداد الإبداع الأدبي أم لا؟ دون تفرقة بينك كاتب العمل سواء كان رجل أو امرأة. أما الكاتبة فيرجينيا وولف فتأتي لتختلف معنا وتقول: إن كتابة المرأة دائما نسائية ولا يمكن لها أن تكون غير ذلك، ولكن الصعوبة الكبرى تكمن في تعريف ما نقصده بالنسائي. ولنترك ما تكتبه أو ما تقوله المرأة الكاتبة في تعبيرها عن علاقتها بالإبداع إلى ما يقوله الرجل المبدع والناقد عما تكتبه المرأة. الكاتب المسرحي العالمي يونسكو يقول: إن المرأة تفوق الرجل في التعبير، ويرى أن لديها نعومة فكرية لا يجدها عند الرجل، فهي وحدها التي تستطيع من خلال الأدب إنقاذ الإنسانية. أما الناقد الدكتور أحمد كمال زكي فلا يعترف بأن هناك أدب للنساء، ولكنه يرى أن النساء يقدرن على الأدب كما يقدر الرجال، لا فرق حتى في نوعية الناتج أو العائد الفكري. فسيمون دي بوفوار في الماندرين مثل ألبير كامي في الغريب، وحيث تشيع مشاعر الغربة والقلق من ومع العالم والاعتماد على اللاشعور والتركيز على تراجيديا الإنسان، ويرى أن مي زيادة في ظلمات وأشعة تقترب من جبران في النبي ومن الرفع في أوراق الورد والسحاب الأحمر. وهو يرى رغم أن هناك فروق بيولوجية وفسيولوجية بين الاثنين، غير أن لكل منهما فرصته المتكافئة ليكون كالآخر، ومن هنا يمكن أن تبرع أو لا تبرع بالمستوى نفسه، بنفس المستوى الذي يحقق أو لا يحقق فيه الرجل البراعة، القدرة أو عدم القدرة متساوية بين الاثنين فقط. وهذه مهمة جدا، يجب أن يوضع كل منهما في المحيط الذي يمكن أن يتحرك فيه بحرية وتنمو فيه قواه الذاتية، وبعد ذلك يكون الحكم النقدي على قيمة ما ينجز. والدكتور الأستاذ زكي نجيب محمود يقول: حتى الأدب أصبحوا يطلقون عليه أدب المرأة، فهذا يدل على أن هناك في باطن النفس تفرقة عميقة بين الرجل والمرأة. والناقد الدكتور عبد القادر القط يقول: إن الاهتمامات تتقارب وتتداخل عند الرجل والمرأة كلما زادت ممارسة المرأة للحياة وتخلصت من إحساسها القديم بالعجز، لذلك لا ينبغي أن نلتمس عند المرأة أدباً خاصاً له مقومات فنية متميزة فنطلق عليه الأدب النسائي. وفي بحث من أهم الأبحاث في تاريخ الرواية الحديثة للكاتب ألبرس، وهو من أهم المراجع في الرواية عموماً، وعرض للرواية من عصر الباروك إلى عصر العبس دون أن يتحدث عن ملامح خاصة لأدب النساء، رغم أنه كتب عن جورج ساند والأخوة برونتي وليسينج وميتشل وناتالي ساروت وجورج إليوت وفرانسوا ساجان، ولكنهن جميعا تناولهن في نطاق النسيج الكلي لتاريخ الرواية، لم يقسم العالم على اثنين ولا الإبداع على اثنين، ودون تخصيص ملامح متميزة أو خاصة في من كتبنا من قصص وروايات من الكاتبات. وأيضا في بحث من أهم المباحث لنفس الكاتب عن الاتجاه الجديد في القصة الطويلة، وهو الاتجاه الذي يصور على الصور القديمة لدور الإنسان في الحياة ولدور وشكل الإنسان المحدد والمقولب والمدروس والمعدود الحركة والأنفاس، هذا الإنسان الذي تصور عليه القصة الجديدة باعتبار أن الواقع ليس مخطط كما صنعه أدب القرون الماضية.
أما حيث كان الكاتب يتحول إلى إله يسيطر على أدواته كما يسيطر الخالق سبحانه وتعالى على مخلوقاته. فألبريس يقول أنه في الرواية الجديدة وحيث الثورة على نماذج ديستويفسكي، بلزاك، هوغو، حتى مورافيا، هذا الاتجاه الجديد في القصة الطويلة له ثلاثة رواد أديبان وأديبة: روب جرييه، ناتالي ساروت، كلود سيمون. القصة عند الأدباء الثلاثة لا تفرقة في الفكر ولا في قدرة الإبداع ولا في الإمكانات العقلية ولا في أي شيء. القصة عند الأدباء الثلاثة لا هي قصة انطباعات أو أحداث تتدافع نحو هدف يجهله أشخاص القصة ويعرفه المؤلف ويظل يخفي هذا الهدف تشويقا للقارئ وتعذيبا لأبطاله. كان المؤلف في القرن الماضي يظل الخالق العظيم اللي عارف المصائر كلها ومخبي كل شيء إلى أن تأتي لحظة الكشف أو التنوير. الأدب الجديد مواجهة مع المجهول، حتى الكاتب يواجه مع أبطاله المجهول، ليس إلها يعرف مصير أبطاله. ناتالي ساروت مع سيمون مع جرييه يكفرون بهذه القصة التي يكون بطلها دائما ممدد على المشرحة ويقوم الكاتب بتشريحه أو يقوم بدور الطبيب أو الواعظ. وبصرف النظر عن مدى اختلافنا أو اتفقنا مع التيار أو الاتجاه الجديد في القصة الطويلة كما يراها ألبريس، فالمهم عندنا أن ناتالي ككاتبة ومبدعة جزء من التيار الجديد الذي يكسر أو يرفض الشكل والمضمون القديم للرواية، وهذا الشكل الرواية الجديدة تصور الإنسان في قلقه وضعفه وحيرته وتمزقه ولا تستعلي عليه أو تصنع له نظرية أو قالب خارجي جاهز، إنها تلتقط الصورة من الأعماق مستخدمة الوعي واللاوعي، وترفض حتى في الكتابة استخدام النقطة أو الشرط أو الفصلة أو علامة التعجب أو الاستفهام. فلا أحد يستخدم هذه الأشياء في حياتنا العادية. عندما أتكلم أنا لا أقول فصلة، وقفة، شرطة. عندما أنقل رجلي اليمين أو رجلي اليسار أقول حنقل اليمين، حنقل الشمال، حنقل اليمين، أبدا. الحياة يمارسها الأدب كما تمارس الحياة بلا أي شكليات خارجية. وربما هنا يحضرني كاتب من نفس التيار نابوكوف في مقدمة قصته ضحك في الظلام يقول: لم تعد القصة الجديدة، القصة ليست في أحداثها ولا في عقدتها، ولكن في رواية هذا كله، فن الحكي، فن السرد الجديد الذي تشارك في تياره كاتبة مبدعة لها نفس القدرات العقلية. ولكن هل كل هذه الآراء النقدية والإبداعية للكتاب والكاتبات تعني أنه قد تم حسم الإبداع لصالح الجودة والقيمة والقدرة دون النظر إلى جنس من يكتب الإبداع؟ أبداً. منذ شهور قليلة استنعت معركة حامية أو جدد شباب المعركة القديمة، ووقع بعض المبدعين والمفكرين والكاتبات في مصيدة المبارزات الكلامية، ووضع الكلمة الفاصلة مرة أخرى مجموعة من كبار نقادنا. فالدكتور لويس عوض قال: ليس في الأدب بدل ولا فساتين. أنيس منصور قال أنيس منصور: النساء تفوقن على الرجال. الدكتور صلاح فضل قال: أن عدد من النساء الأديبات ارتدن مجالات الأدب بأصالة واقتدار. وقال الناقد رجاء النقاش: أديباتنا قدمن أعمالا في القمة من أدبنا المعاصر. إذن في خصوصية القدرة والتمكن والرؤية لا فروق إذا توفر للمبدعة وسائل إنضاج الموهبة وازدادت ممارستها للحياة وتعمقت التجربة الحياتية واكتسبت عمق التعليم والعمل والثقافة واستطاعت أن تكسر القوالب التقليدية للفكر وللعلاقة بالوجود ووعت البعد التاريخي وحقيقة الأدوار، أدوارها وأدوار الرجل ومدى حقيقية دورها وأصالته في الوجود، واستطاعت أن تنقي وتغربل الفكر من الأساطير والموروثات الخاطئة أو عائد أزمنة التراجع والتخلف، وانتمت للحياة بوسائل ومفاهيم اتصال حقيقية. فهل امتلكت المرأة المبدعة عندنا
كل هذه الأجنحة لتحلق بهم وتحقق هذا القدر أو هذا المستوى من النضج الإبداعي؟ وهل نستطيع أن نفصل المبدع اكتفاء بالموهبة فقط عن تجربته وثقافته ومجتمعه وموروثه وواقعه؟ إننا لا نستطيع أن ننكر أنه حتى اليوم أن الحياة ما زالت تقع أسيرة تصنيف وتقسيم غير عادل بين الجنسين، تقيم فوقه الأفضلية والفواصل، وما زالت هناك مفهومات حضارية لكل ما هو متعلق بالمذكر تختلف عما يتعلق بمفهومات المؤنث. ومن هنا تأتي أو تفسر عبارة الدكتور زكي نجيب محمود وهو يقول: حتى الأدب أصبحوا يطلقون عليه أدب المرأة وأدب الرجل، وهذا يدل على أنه في باطن النفس الاجتماعية والفكرية ما زالت هناك تفرقة بين الرجل والمرأة، وهو ما أعترض عليه. إذن فليست إشكالية قدرة ولا مقدرة ولا نقص إمكانات تعبيرية أو عقلية أو قدرة انتماء للواقع، ولكنها في الحقيقة إشكالية واقع اجتماعي منقسم على نفسه ومصاب بكثير من العقد التي يعانيها الرجل والمرأة على السواء. ولكن تحمل المرأة الجانب الأكبر من موروثه الثقيل نتيجة تاريخ طويل من القهر للرجل والمرأة على السواء، وربما الطرح الخطأ هو الذي جعل تصور المرأة أحيانا أن تاريخ القهر وقع عليها وحدها، ولكن القهر العقلي والإنساني وقع على الرجل والمرأة على السواء. أضيف إليه الخروج المتأخر بالنسبة للمرأة للتعليم والعمل والتجربة الحياتية، بالإضافة إلى موروث المرأة وموروث الواقع من المفاهيم الخاطئة التي حاولت أن تعزل علاقة المرأة بالرجل عن الظاهرة العامة والوجود الاجتماعي والإنساني لكلا الطرفين. ومن هنا نعود لنؤكد على الارتباط الوثيق بين حركة التحرير وحركة التعبير. كانت تلك الكاتبة الصحفية والروائية المصرية سكينة فؤاد من أرشيفنا الإذاعي، حيث قدمت ورقة عن الأدب النسائي في النادي الثقافي بمسقط في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم. وننتقل من رأي الكاتبة المصرية سكينة فؤاد إلى رأي للكاتبة العمانية منى المعولية عن ذات الموضوع، مستكنهين ذات السؤال: ترى هل يوجد حقا شيء اسمه أدب للمرأة؟ وهل هذا المفهوم أصيل في واقع الكتابة أم أنه مجرد وهم من أوهامها وادعاء أجوف من حزم الأوهام التي تحيط بالكتابة وتلتف حول شجرتها الوارفة الظلال؟ نستمع إلى منى المعولية في تأكيدها على أنه لا يوجد في الأدب نساء. جلست وفاصل يتقاذفني، كان مسافة قاب قرنين أو أكثر، أتأمل صراعا عانته المرأة الغربية في محاربة الفكر، وصراعا اليوم تتصدره ملامح من ورق وحبر وآراء وأفكار ومنطق يركز على مفهوم الأدب النسوي في عالمنا العربي. وأخصص هنا العربي ليس تقليلا من الشأن، وليس تحجيما للعروبة، وليس تسقيفا لمستوى الفكر، إلا إنه من باب أن أهل مكة أدرى بدروبها، ونحن أدرى ببوادينا وتصحرنا، ونحن أعلم أننا لم نبدأ من حيث انتهى الغير، بل أخذنا نحفر بئرا آخر لنسقي رمضاء تساؤلنا. وإن جاز لي الخوض والتوغل بمفهوم الأدب النسوي الذي أرفضه تماما، فحسب فكري ورأيي أن الجنوسة لا علاقة لها بالأدب، وأنني أنظر للمادة المقدمة لا إلى جنس كاتبها، بل إلى فكرة ما يكتب ويسرد ويقول. فإنني أستحضر على سبيل المعاناة كل ما تعرضت له الكاتبة الفرنسية أوماتين لوسيل دوبان، تلك المتمردة الجميلة المتكفنة بالذكورة رغم فيض أنوثتها، المنتحلة لهوية رجل والمنتعلة بسخط كل تفاصيل التفاضل
بين الذكورة والأنوثة في مجتمعها، مطلقة على نفسها اسم جورج ساند في محاولة منها للتمرد على العادات والقوانين التي كانت ترجح كفة الرجل وتجعله في مصاف الوصية على إرثها ومالها، له حق التصرف فيه، يصرف عليها بقدر مزاجه وهواه وقلبه وتقلباته. ذاك الواقع الذي رفضته جورج القادمة من أسرة أرستقراطية، غير أن نبل أصلها ما كان ليشفع لها أن تكون مختلفة عن باقي النساء. فجورج ساند أمتين لوسيل دوبان، إن أحببنا أن نزيل غلاف الاسم المستعار ونعيد إليها أنوثتها المخلوعة رغبة وهروبا، نجد أنها حين أسهبت وذكرت عن حياتها ومغامراتها العاطفية جعلت الأنظار تتجه نحوها بالتعنيف والغضب والسخط والتنكر، كون أن كاتبة تلك المذكرات والسيرة الذاتية هي كاتبة أنثى لا ذكر. فهنا نرى حقا أن المرأة الغربية قد عانت القمع والتعنيف والهجوم من المتطرفين في كتاباتها وأدبها، وإن ذلك ليس جديدا، حيث كتبت لوسيل دوبان تفاصيل حياتها دون تقنع، مما أثار السخط الكبير حول جرأتها وصراحتها وحول واقعها وواقعيتها التي كانت واضحة أنها على مبدأ الانفرادية في الحب، وإنك ممكن أن تعشق مرارا، ولكنها كانت تعلل ذلك بأنها لا تخون من تحب من الرجال. وربما هذا رأيته أنا منافيا لواقع سيرتها الذاتية، حيث يبدو جليا أنها وقعت في عشق طبيب إيطالي وهي برفقة حبيبها الشاعر الألماني المعروف هاينريش هاينة، وتركت هاينة مريضا يتلظى بنار الغيرة والترك، محموما بداء سكب الكرامة ومزيج من شعور يفهمه الرجال وحدهم. لست هنا بصدد إعادة سرد سيرة حياة الكاتبة جورج ساند، ولكن تقافز إلى ذهني تساؤل مباح: ماذا لو كتبت تلك المذكرات رجل؟ هل كان نصيبه من الانتقاد كما حدث مع كاتبته المرأة؟ غير أن يقظة العالم الغربي وحضارتهم الفكرية استيقظت، ولكن بعد أعوام من موت ساند فها هي اليوم تعود إلى الحياة وتنتصر وهي ميتة، فبقت ذكراها خالدة وفي مصاف العظماء والمحررين للفكر والكافلين لحرية التعبير، بعد أن كانت في فكر بعض معاصريها من المتزمتين للذكورة مكبا لنفاية التحرر وفي مرتبة الشواذ والمتخلفات. باعتقادي يجب أن نكون اليوم أكثر فهما وملامسة لهذا المفهوم، ونبتعد من أن نصنف جنسوية الأدب، ونصل إلى التساوي التام، وأن الجنسين لهما ما عليهما من حقوق أدبية، ونبرهن ما نحن متيقنين سلفا منه أن المرأة الكاتبة هي الرجل، ولا يوجد أدب نسوي، ولا يوجد تصنيف، ولا يوجد فرق في البوح والسرد وحرية الأفكار. فالمرأة كائن يكتب ويتنفس وبالفكر يعيش، فقولنا الأدب النسوي يتيح لنا هيمنة جنس على آخر، ونحن نبحث عن التساوي ولا ننافس أحدا، ونتمنى أن نعيش في قرننا الحالي حداثة أفعال وقرون من حيث بدأ الآخر. كنا مع منى المعولية من خلال رؤيتها المضادة لما يطلق عليه اسم أدب المرأة أو الأدب النسائي، مذكرة بنموذج الكاتبة جورج ساند التي تقنعت باسم ذكوري والتي أنتجت أعمالا غزيرة، وكأنها كما قالت جورج ساند بنفسها تتدفق من صنبور. صدر للكاتبة منى المعولية باكورة أعمالها روايتها خضراء الدمن عن دار دجلة عام 2017، أما إصدارها الثاني فيتضمن نصوصا شعرية بعنوان بعثرة شجن، وقد صدر عن بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان 2017. قسوة تكوني النمرة، لفي حولي حولي،
كي يتحسس دفء الجلد وعطر البشرة. كوني امرأة خطرة، كوني القسوة، كوني النمرة، لفي حولي حولي كي أتحسس دفء الجلد وعطر البشرة. غني غني، عيشي عيشي، ارقصي 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 ارقصي، غني عيشي ابكي جني، ارقصي 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 ارقصي، غني عيشي ابكي جني، ارقصي ارقصي ارقصي، غني عيشي ابكي جني. في هواء الكتابة، في هواء الكتابة، الكتابة. آرثر شوبنهاور فيلسوف ألماني، ولد عام 1788 بمدينة دانسيغ من والد كبير الثراء. كان صاحب مصرف في هذه المدينة، ووالدته هي حنة شوبنهاور ابنة المستشار تروزينر، وقد عرفت كاتبة مشهورة ألفت قصصا وأوصافا ورحلات. قضى شوبنهاور قسما كبيرا من طفولته في فرنسا وإنجلترا، وبعد بعض مغامرات في مجال الأعمال وفترة من التدريس، قضى 30 عاما الأخيرة كناسك معتزل في فرانكفورت. مؤلفه الفلسفي البارز العالم كإرادة وفكرة ظهر عام 1819، لكنه لم يحظى بأي اهتمام. حدث نفس الشيء لكتابه الإرادة في الطبيعة والمشكلتان الأساسيتان في الأخلاق. عاش شوبنهاور في مدينة برلين وحيدا لا يحفل به أي إنسان، فيما يرى حواليه ألوية الشهرة ومشاعر المجد تحوم على رؤوس من وصفهم بالدجالين والمهرجين من المفكرين. فحمله هذا على التفكير في مغادرة هذه المدينة البغيضة إليه برلين، فانتهز فرصة انتشار الكوليرا فيها عام 1831، وأوى إلى مدينة فرانكفورت على نهر الماين، حيث أمضى البقية الباقية من حياته. غير أن شهرته ابتداء من عام 1853 ذاعت في كل أصقاع أوروبا، وصار له العديد من المتحمسين والمعجبين به والأتباع. شوبنهاور كما نقرأ في موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي هو فيلسوف التشاؤم، الذي اكتشف أن الوجود في جوهره شر، وحاول أن يفسر كل ما في الوجود من مظاهر تبعا لهذا الأصل. يعتبر شوبنهاور العالم المرئي الظاهري ليس الحقيقة بل مجرد فكرة، وأن الحقيقة المطلقة في الكون والإنسان هي الإرادة، كما أن البديل الوحيد للمعاناة هو التخلي عن إرادة العيش، أو هو اللاوجود. لم يبقى تشاؤم شوبنهاور كما نقرأ في دليل القارئ إلى الأدب العالمي مجرد نظرية أكاديمية خاصة، لأنه كان سيد النثر المؤثر المهيج للعواطف، بحيث أنه لم يقدم الفلسفة فقط بل رد فعل شخصي لبؤس الوجود. لهذا السبب فإنه شخصية أدبية أيضا، بالإضافة إلى كونه فيلسوفا. توفي شوبنهاور في 23 من سبتمبر عام 1860 محاطا بأكاليل الشهرة بعد إنكار طويل. توفي إثر سكتة رئوية وهو في سن 72، موضحا لنا في حضوره وغيابه بأن العظماء مثل النسور يبنون أعشاشهم في وحدة نبيلة.
إلى الملتقى بكم في لقاء آخر في هواء الكتابة. إعداد وتقديم صالح بن علي العامري، إخراج جمال بن محمد الشعيري. في هواء الكتابة.